بسم الله الرحمن الرحيم. لكل عشاق البيبسي ولكل المخدوعين في هذا المشروب الضار جدا جدا جدا، راح نسوي تجربة بسيطة نبين لكم خطورة هذا المشروب، وكذلك نبين لكم كمية السكر المخيفة جدا في البيبسي والمواد المضافة الأخرى في البيبسي. نبدأ معكم الآن بإذن الله في التجربة. هذا البيبسي نغليه الآن على النار. هذا البيبسي الآن بدأ يغلي، طبعا كما تلاحظون غليان غريب جدا، صار ثقيل ثقيل إلى أبعد درجة، واضح أن نسبة السكر فيها عالية جدا جدا، والآن رائحتها كريهة جدا. الآن الموية تبخرت كلها، بقي السكر والمواد الثانية المضافة في البيبسي. لاحظوا معي صار ثقيل جدا جدا جدا، اثقل من العسل بعد. تخيل معي اللي تشرب البيبسي يوميا تحط في بطنك زي كذا، هذا هو الشيء اللي تشربه. المويه تتبخر وتروح، يبقى السكر والمواد المضافه الثانيه. ولو تلاحظ معي الدخان الان اللي يطلع الان شيء مو طبيعي ابدا، شيء مخيف ورائحته كريهه جدا جدا جدا. أتوقع بعد المقطع هذا اللي شاف المقطع هذا يعتزل تماما شرب البيبسي، لأنه والله صراحة شيء فظيع جدا جدا جدا. لاحظوا الآن الدخان، البخار اللي يتصاعد الآن بشكل مخيف، شيء مو طبيعي أبدا أبدا أبدا. كمان لاحظ ثقل البيبسي الآن كيف صار، تخيل هذا يوميا تشربه، يوميا هذا تشربه ويكون في معدتك، شيء صراحة مخيف جدا جدا. لاحظوا معي كمان من قريب، لاحظوا معي الرائحة اللي أشمها هنا ما تتصورونها أبدا، رائحة كريهة 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 جدا. وهذا هو شكل البيبسي الآن، هذا هو شكل البيبسي، لاحظوا معي. هذا هو البيبسي اللي تدمن شرب البيبسي تشربه دائما، هذا هو البيبسي الآن أمامك. أتوقع بعد المنظر هذا ما تشرب بيبسي أبدا بعد اليوم. أتمنى المقطع هذا يوصل لكل عزيز وغالي عندكم، لأن هذا البيبسي لاحظوا الآن. لاحظوا المنظر المخيف، المنظر البشع جدا جدا، أبشع من كذا أتوقع ما فيه. هذا هو البيبسي يا عشاق البيبسي، أكد كمان على الرائحة كريهة جدا جدا جدا. هذا هو منظر البيبسي، تخيلتوا لو غليت بلاستيكة ما بتطلع كذا، لو بلاستيك والله ما يطلع كذا، لكن هذا هو البيبسي. أتمنى يكون هذا المقطع عظة وعبرة لكل من يتابعه، وأتمنى يوصل للكل والجميع حتى نحذر بعض ونتعاون على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.